هذا الحين يغسل الحظاير عن الغبار. شفتوا كل فترة هذه ضرورية ولازم انك تسويها. هذه اذا جاء العامل يبغى يعلف الطيور مع حركة الدجاج او الحمام او غيرها بشكل عام فيه غبار وخطير خطير بالحيل بالحيل بالحيل. يعني فكل فترة احنا نرش الحظاير سواء سقف الحظاير جوانب الحظاير اي شيء يمسك الغبار. طبعا يتم رش الحظيرة من الداخل كامل، السقف، العازل الحراري، التيوبات، لأن الغبار هذا يترسب بهالمكان هذا مجرد انك دخلت على الدجاجة والحمام وغيرها فهي تثير الغبار هذا وهو خطر. والبعض يعتقد يعني يعتقد ان الغبار هذا طالع من الأرض، وما هو من الأرض ولا له دخل بالتربة مرة. سبحان الله، هذا زي البودرة زي الطحين، يعني خطير على الصدر. احنا اخترنا فترة الظهر بحيث انه ساعة ويكون المكان ناشف بالكامل كله، هذا افضل شيء. يعني لا ترش وقت عصر خاص بالاوقات هذه لان الاجواء بدأت تبرد. تلاحظون الغبار يعني ممكن ما يتضح بالتصوير، ولكن ترى هذا ما له دخل بالرمل خالص، ما له دخل مرة ولا له دخل بالغبار اللي يكون من التربة. اذا عندك دجاج او حمام اذا جيت اطراف التيوبات بس انت راح تشوفه زي الغبار زي البودرة زي الطحين. لو تحط يد كذا راح تلاحظه وتشوفه، هذا يعني خطير لو استنشق. فكل فترة ممكن انك تعيدها، يعني تقريبا كل شهر تسوي هالكرة هذه ممتازة. تشوفون الغبار هذا، ما ادري والله يتضح للتصوير او لا، هذا ما له علاقة وغبار التربة. يرش من بعيد، خلي شوي بعيد. ايه